برحب فيكم أعزائي الطلاب بعد ما انتهينا من وظائف المخ. عنا الفعل الإرادي والحس الشعوري الموضوع، لكن قبل ما نبلش عنا هذا الفيلم الصغير الحلو اللي هو عن الراقصين الصغيران عم يأدوا حركات إرادية تبعا لموسيقى عم يسمعوها، تؤدى حركات رائعة معكم شايفين. إذا حركة تابعة لحس السمع اللي هي صوت الموسيقى، إذا حس وفعل، حس شعوري نسمع نعرف شو عم نسمع ونأدي حركة وفق هذا السمع. طبعا هاي الراقصان قصدي عليهم، وأنا حنوقف عندهم كتير، حنبلش إذا الله راد. حلوين هنين، بس بلش الحس الشعوري نسمع الموسيقى بأذنينا، ولكن كيف نستمتع بها؟ موسيقى حلوة و يعني سمع نستمتع بهذا الموسيقى. فتعريف الحس الشعوري: الحادثة تتولد في القشرة المخية بعد وصول السيال العصبية الناتجة عن تنبيه مستقبل محيطي إليها. هذا تعريف الحس الشعوري: حادثة تتولد في القشرة المخية في المخ السنجابية، المادة السنجابية، بعد وصول سيالة عصبية. هاي الخط الأزرق يدل على الألياف العصبية التي تحمل سيالات عصبية من مستقبل محيطي من الأذن. مثلا سمعنا صوت موسيقى تولد عنا الإحساس فيها في المخ، فهي معنات حادثة تتولد بعد استقبال، بعد تنبيه مستقبل محيطي. إذا هي الكلمة المحيطي جدا لازم أعرفها، لأن المستقبل الداخلي ضمن الجسم ما بنشعر فيه. إذا الإحساس الشعوري اللي قصدي عليه، إذا هذا تعريفه مهم جدا كالكلمة فيه. هلأ الألياف هذه تتصالب، نوعين من التصالب: تام كالألياف اللمسية، يعني كل الألياف الجاية من هالطرف تتصالب هنا وتذهب إلى الجهة المعاكسة، أو تصالب جزئي كألياف العصبين البصريين، هاي العيون، وهذا التصالب البصري، هاي منطقة التصالب البصري. بلاقي فيها هاي المنطقة جزء من الألياف يأتي ويذهب دون أن يمر بمنطقة التصالب إلى نفس الجهة، بينما مجموعة أخرى من الألياف تتصالب وتأتي إلى الجهة المقابلة أو المواجهة يعني المخالفة، فهي معناتها اسمه تصالب جزئي. إذا هذا كمان أنه نوعية تصالب هو تام وجزئي، ومثال عليهم ما بيهمني إشراح بس بيهمني أقول المثالين. عنا كفكرة عن الحس الشعوري بعد ما عرفناه، هلأ نعرف المسلك، مثال عن مسالك الحس الشعوري يلي هو مسلك حس اللمس. طبعا المسلك هو الطريق الذي تسير به السيالة العصبية الحسية حتى تصل إلى القشرة المخية وتحدث فيها الحادثة اللي قلناها، واللي هي تتولد بعد وصول السيالة من مستقبل محيطي. هون قصدي اللمس، فحيجي من الجلد. فهذا الطريق مؤلف من العصبونات التالية: أول عصبون وعصبون العقدة، بظن شايفينه، هذا هو، هذا عصبون العقدة. العصبون الثاني هو عصبون يقع في البصلة. العصبون الثالث عصبون يقع في المهاد. إذا مسلك حس اللمس كم عصبون بشكله؟ ثلاث عصبونات.
بيهمني جدا أعرف أسماء ومواقع، طبعا من موقعها بيطلع عندي اسمها، عصبون العقدة في العقدة الشوكية، عصبون البصلة في البصلة السيسائية، عصبون المهاد في المهاد، تمام؟ هلأ بيهمني بس ورجيكم مسار السيالة حيكون بهذا الشكل من المستقبل إلى القشرة حيث تتولد الحادثة اللي حكيناها، تمام؟ طبعا أنا بالفحص ما بيجيني بس أقول والله عصبون العقدة وعصبون البصلة، وإنما بيهمني أقول إنه العصبون الذي يقع في العقدة الشوكية أين يسير محواره؟ وأين يقع هو بالذات، يعني جسمه وين بيقع في العقدة الشوكية؟ محواره يصل إلى المادة البيضاء النخاع الشوكي، ينتهي محواره في البصلة السيسائية، يصنع مشبك مع عصبون البصلة الذي يقع جسمه في البصلة ومحواره يصل إلى المهاد، المهاد محواره يصل إلى الباحة الحسية الجسمية الأولية، طبعا اللي متقع خلف شق رولاندو مثل ما شفنا، طبعا ولد معاكسة لجهة التنبيه، لماذا؟ لأنه حصل تصالب في البصلة. إذا منجاوب، إذا هون أنواع العصبونات هدلون بيهمني أعرف كل عصبون أين جسمه يقع وأين محواره يصل، تمام؟ طبعا وأين يتم التصالب، أين يتم التصالب الحسي هنا في البصلة السيسائية، لأنه هيك حاطين لي سؤال بعدين صغير إنه قارن بين مسلك حس اللمس اللي نحن حكيناه قبل شوي، هاد شايفين التصالب وين، ومسلك حس الألم، حس الألم يتم التصالب فيه في النخاع، بينما التصالب في اللمس يتم في البصلة. إذن هاي فكرة الحس الشعوري، بهمني تعريفه، أنواع التصالبات وأمثلة عليها، والمسلك هاد مما يتألف العصبونات الثلاثة، وأين يتم التصالب. شايفي؟ هاي الفكرة تبع درسنا أو فقرتنا هلأ، وشكرا لكم.